إذا مشاهدينا السلام عليكم، في هذا البث المباشر كيقدم لكم مباشرة من ملعب البشير. باقي مجموعة كبيرة ديال الجماهير اللي من بينهم جماهير جد جد مشاغبة، جماهير تابعة للدفاع الحسني الجديد كما كتشوفوا بالصورة. المباراة سالت تقريبا هذه ربع ساعة، أنتم كما كتشوفوا مازال هناك تطويق أمني محكم من طرف العناصر الأمنية بمدينة المحمدية كما كتشوفوا بالصورة. كما كتشوفوا بالصورة هناك أمنيين كبار بمدينة المحمدية. إذا المباراة سالت كما قلنا لكم هذه ربع ساعة. إذا هانتوما كما كتشوفوا هناك تطويق أمني لهذا الجماهير، نقدر نقولوا هنايا غادي تكون شي 400 بحال هكاك في هذا الزون هذه. إذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر والتغطية مستمرة معكم. إذا كما كتعرفوا بعد نهاية الشوط الأول وقع واحد الشغب كبير وكبير بزاف، وصل حتى المنصة الشرفية اللي هي هذه كما كتشوفوا بالصورة. وسابقة صراحة ما عمر وقع هذا الشيء، فربما السابقة في المغرب أن الجماهير تدير شغب كبير وتوصل حتى المنصة الشرفية اللي كيكونوا فيها المكاتب المسيرة ديال الفريقين والمنخرطين. بطبيعة الحال حنا ضد الشغب في أي مكان وفي أي زمان، ولكن هذا الشيء اللي وقع اليوم صراحة خطير وخطير بزاف. بإمكانكم مشاهدينا المشاهدين اللي انضموا لنا في المشاهدة وما شافوش اللي وقع، من بعد النهاية ديال هذا اللايف غادي نتراجعوا وتشوفوا اللايفات اللي درنا بخصوص هذا الواقع اللي وقعت اليوم بملعب البشير. إذا جماهير كبيرة اللي بقى متوقها رجال الأمن مشكورين على المجهودات الجبارة ديالهم والقوات المساعدة والشرطة القضائية كما كتشوفوا الآن بالصورة. إذا المباراة سالت بطبيعة الحال بربعة لواحد لصالح الدفاع الحسني الجديدي. كانت مباراة غير عادية، حصل فيها شغب كبير، وكيف ما وثقنا لكم من خارج الملعب أيضا كان هناك شغب. وراه نشرنا في صفحتكم محمد يابريس ام بي لايف صفحة للبث المباشر أنواع كبيرة من السكاكين، أنواع كبيرة من قنينات، وايضا الشهب ديال الملاعب ديال الالترات. كاين بزاف ديال المواس، بزاف ديال الحديد اللي جايبينو معاهم. عدد كبير من الجماهير واللي تمكنوا العناصر الامنيه بكل تفاني في العمل صراحه من القاء القبض على عدد كبير من الجماهير خارج الملعب وأيضا هنا داخل الملعب من خلال مواقع قبل قليل وأيضا بعد نهاية المباراة. إذا وترقبوا عدد كبير من الفيديوهات المسجلة بهذا الموضوع. إذا كما كتشوفوا بالصورة المباراة سالت تقريبا هذه ربع ساعة أو 16 دقيقة. العناصر الأمنية كتقوم بواحد العمل جبار الآن وهو تطويق هاد الجماهير، وفعلا نجحوا في هاد العملية كما كتشوفوا بالصورة. إذا بقاو معنا مشاهدينا الكرام أينما تواجدتم، كتواجدوا بملعب البشير بمدينة المحمدية اللي وقع فيه واحد الشغب كبير بعد نهاية الشوط الأول. وكاد الشغب أن يتكرر، ولكن بفضل
الحنكه ديال العناصر الامنيه. هانتوما كما كتشوفوا الان تم تطويق الامر. إذن مشاهدينا كنتواجدوا بملعب البشير بمدينة المحمدية. إذن بطبيعة الحال غادي يتم حل هذا الإشكال هذا بكل ذكاء وفطنة وعن تجربة من طرف رجال الأمن بالمحمدية. إذا مازال الأمن يطوق عدد كبير من الجماهير. إذا المشاهدين غادي نعاودوا نرجعوا لكم بعد قليل بعد قليل باش غنقول لكم الندوة الصحفية للمدربين. إلى اللقاء.